بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ومرة أخرى مع كتاب يليغ كومبخوندغ. إذن مرحبا بالجميع إلى هذه الفقرات لتعليم اللغة الفرنسية من خلال هذا الكتاب. طبعا لازلنا مع هذه المقاطع اللفظية كما نلاحظ هنا: آل، آل، أول، إيل، إول. طبعا كنا قد توقفنا عند هذه المقاطع اللفظية هنا، ثم بعض الكلمات: إيل، لو فيل، آل، لو بال، آل، لو سال، أول، لو بول، لو بول، إيل، لو كالكول، لو كالكول. إذن عندنا أولا إيل، لو فيل، آل. ثم عندنا آل، لو بال، لو بال. طبعا كلمة لو بال تعني تجمع للرقص، أو تعني مكان الرقص. لو بال تعني تجمع الرقص أو مكان الرقص. ال، ال. لو سال، لو سال، الملح.
اول اول لو بول il le calcul ثم نستكمل مع هذه الأصوات أو هذه المقاطع اللفظية كما عندنا هنا. عندنا أك 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 أوك إيك 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 إيك. إذا نعيد أك 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 أوك إيك إيك إيك. كما عندنا مثلا كما عندنا هنا نيك Enoch, Nick Enoch. Entrouvé le sac, Nick Enoch, القطان Nick Enoch, entrouvé. طبعا عندنا هنا لو participe passé الخاص بفعل trouver. On a le participe passé du verbe trouver. إذا نقول entrouvé. إذا هم وجدوا ماذا؟ لو ساك. لو ساك وجدوا الكيس. إذن عندنا إيك نيك أوك نوك إنوك. أون تخوفي لو ساك نيك إنوك. أون تخوفي لو ساك نيك ونوك وجدا الكيس. نيك إنوك أون تخوفي لو ساك. أبخي هنا باك باك بيك سك بك بك بيك بيك سيك بوك 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 بك بك سوك 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 بيك بيك بوك بوك سيك سيك بيك بيك باك باك ساك ساك.
Nous reprenons. Bac, bac, pic, sec, bec, bec, puc, puc, suc, boc, 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 pec, 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 soc, soc, buc, buc, poc, poc, sic, sic, bic, bic, pac, pac, sac, sac. Tumba, veux-tu te cacher avec moi dans ce joli sac? Veux-tu te cacher avec moi dans ce joli sac? Dans ce joli sac? Dans ce joli sac? Veux-tu? طبعا عندنا هنا لو فيرب فولوار. قلنا لو فيرب فولوار. لو فيرب فولوار. طبعا نقول je veux, tu veux, il veut, nous voulons, vous voulez, ils veulent. Ils veulent. انا اريد, انت تريد, هو يريد, الى غير ذلك. اذا veux-tu. هل انت تريد؟ veux-tu. هل انت تريد؟ te cacher. عندنا هنا لو فيرب سو كاشي. قلنا لو فيرب سو كاشي يعني خبأ نفسه او اختبأ. veux-tu te cacher avec moi؟ هل انت تريد ان تختبئ avec moi معي؟ dans ce joli sac. dans ce joli sac. في هذا الكيس الجميل. اذا قط يسأل الاخر يقول له هل تريد أنت أن تختبئ معي في هذا الكيس الجميل؟ veux-tu te cacher avec moi dans ce joli sac؟ veux-tu te cacher avec moi dans ce joli sac؟ veux-tu te cacher avec moi dans ce joli sac؟ dans ce joli sac. Dans ce joli sac. Veux-tu te cacher avec moi dans ce joli sac? Veux-tu te cacher avec moi dans ce joli sac? Ce joli sac. Sac. Nous passons à ce paragraphe dans lequel nous allons voir des mots avec ac, ec, oc, ic et uc. Nous prenons les mots avec ac, par exemple, le lac bleu, le lac bleu, le lac bleu. طبعا كلمة le lac المقصود بها البحيرة. Le lac. طبعا هي كلمة مذكرة في اللغة الفرنسية كما تلاحظوا. Le lac bleu. إذا نتكلم عن البحيرة الزرقاء. طبعا هنا كما لو نقول البحير الأزرق. طبعا كلمة مذكرة لو لاك بلو. هذاك الشيء علاش ما زدناش واحد اه هنا ما زدناش اه الخاصة بالتأنيث. لو لاك بلو. لو لاك بلو. لو ساك دو مامون. لو ساك دو مامون. إذا نتكلم عن كيس الأم. لو ساك دو مامون. كخاك. طبعا كخاك صوت شيء مثلا يمزق أو غير ذلك. صوت يحدث يعبر عنه هكذا كراك. لا فاكتور. لا فاكتور. طبعا لا فاكتور كيما تنقولوا حنا الفاكتوره. الفاكتوره. اك لو باك. لو باك. طبعا المنقار يسمى لو باك. منقار الطيور يسمى لو باك. لو باك. لو باك. ان شيفون sec. Un chiffon sec. Un chiffon. Un chiffon. Un chiffon. Un chiffon. كما تنقولوا بالدارجة شيفون. قطعة قماش. قطعة قماش تسمى un chiffon sec. يعني غير مبلل. يعني جاف. sec جاف. Un chiffon sec. إذا نتكلم عن قطعة قماش جافة. Un chiffon sec.
avec يعني مع avec كما تلاحظون veux-tu te cacher avec moi هل تريد أن تختبئ معي avec avec a تتنطق بوحدها مجموعة ثم هذه تتنطق بوحدها مجموعة avec إذن هذا c'est une syllabe وهذا c'est une syllabe إذن هذه مقطع لفظي وهذا مقطع لفظي avec avec ثم le livre de lecture le livre de lecture voilà c'est un livre de lecture c'est un livre de lecture إذن هذا كتاب القراءة طبعا كلمة lecture تعني القراءة ومنها فعل lire le verbe lire فعل قراءة إذن le livre de lecture كتاب القراءة prenons les mots avec ok نأخذ الكلمات مع ok par exemple le rock ok le rock le rock إذا نتكلم عن قطعة صخر كبيرة كما نتكلم عن جلمود le rock le rock إذا نتكلم عن جلمود ثم le mois d'octobre le mois de d'octobre شهر أكتوبر le mois d'octobre d'octobre ok le mois d'octobre le mois d'octobre ثم عندنا octave 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 طبعا نتكلم عن مجموعة مكونة مثلا نتكلم عن 8 أيام أوكتاف ثم لو سوك لو سوك قطعة الحديد التي تستعمل في الحرث نتكلم عن قطعة حديد تستعمل في الحرث مع المحرات لو سوك ثم ان شوك ان شوك ان شوك إذا نتكلم عن صدمة لو شوك الصدمة un choc choc un choc nous prenons les mots avec ik إذن نأخذ الكلمات التي تتضمن المتضمن الإيك المتضمن هذا الصوت إيك مثلا فيك فيكتور فيكتور اسم شخص فيكتور ثم لا ديكتي لا ديكتي إذا نتكلم عن النقل أنك تكتب ما تسمعه لا ديكتي ثم فريدريك 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 اسم شخص أيضا ثم لو تيك تاك دو لا مونتر لو تيك تاك لو تيك تاك دو لا مونتر إذا نتكلم عن صوت الساعة صوت الساعة لو تيك تاك دو لا مونتر إذا نتكلم عن تيك تاك الخاص بالساعة إذا نتكلم عن صوت الساعة نو برونو أونفان لي مو أفيك إيك إذا نأخذ في النهاية كلمات متضمنة الإيك مثلا لو فياديك لو فياديك لو فياديك لو فياديك إذا المقصود به الجسر الجسر يسمى لو فياديك إيك لو فياديك لو فياديك إذا نتكلم عن الجسر لو فياديك ثم لوك ا روتروفي لو ساك دو سا مامون لوك ا روتروفي لو ساك دو سا مامون إذا لوك أنه وجد كيس أمه كيس أمي لوك a retrouvé طبعا retrouvé يعني وجد تقريبا مثل فعل trouver نيك انوك ont trouvé le sac إذا نيك وانوك أنهما وجدا الكيس هنا عندنا لوك a retrouvé أن لوك أنه وجد le sac de sa maman وجد كيس أمي
إذا نعيد لو لاك بلو، لو لاك بلو، نتكلم على البحيرة الزرقاء، لو لاك بلو، لو ساك دو مامون، كخاك، كخاك، كما قلنا صوت شيء ما يمزق يعطي هذا الصوت، كخاك، لا فاكتور، كما نقول قائمة الحساب، تنقولو حنا الفاكتورة، إك، لو باك، منقار الطيور، ان شيفون ساك، قطعة قماش جافة، افيك، مع، لو ليفغ دو ليكتور، كتاب القراءة، لوغوك، قطعة صخر كبيرة، لو مو دوكتوبر، شهر أكتوبر، أوكتاف، لو سوك، قطعة حديد الخاصة بالمحرات، أن شوك، صدمة، أن شوك، فيكتور، لا ديكتي، فريدريك، لو تيك تاك دو لا مونتر، لو تيك تاك دو لا مونتر. إذن صوت الساعة، لو فياديك، الجسر، لوك أغوتخوفي لو ساك دو سا مامون، لوك أغوتخوفي لو ساك دو سا مامون، إذن لوك وجد، كما نقول وجد من جديد، لو ساك دو سا مامون، يعني كيس أمه. إذن نستأنف مع الفقرة القادمة، حياكم الله وإلى لقاء قادم بإذن الله.